في عصر التكنولوجيا أصبحت الكتب التقليدية لا تستهوي الأطفال ولا تشبع فضولهم، وهو ما دفع مارينا فايز لصناعة كتب تفاعلية بعد حصولها على دبلوم في دورة المونتيسوري لتصبح موجهة منهج المونتيسوري ومتخصصة في الكتب التفاعلية. أحب شغل الهاند ميد جداً. سبب حبي في الهاند ميد وشغلي في الكتب التفاعلية هو ابني، هو السبب اللي أنا أنمي شغفي ما بين دراستي وما بين موهبتي. بالفعل بدأت أطبق الحاجات اللي أنا درستها ككلية تربية تخصص طفولة مع منهج المونتيسوري في كتب تفاعلية للأطفال. الكتب دي بتشتغل على حواس الطفل أكتر وبتنمي مهارات الطفل بطريقة غير مباشرة. الطفل بيتعلم الألوان، الأرقام، الحروف، وهو بيشتغل وهو بيلعب مامته بتبقى قاعدة جنبه بتشجعه بتدعمه لو عمل حاجة صح. بيبعد طبعا عن الشاشات والتلفزيون. الخامات بتبقى سهلة جدا، كلها من القماش، والقماش قوي ومتخيط، قماش الجوخ. بستخدم سوست، بستخدم خرز، بستخدم إلمة، كل حاجة بتبقى متوفرة ومش بتطلب موهبة فنية على قد تنسيق المرحلة العمرية. فكرة نظام المونتيسوري راودت مارينا من شدة حبها للأعمال اليدوية، وقامت بتصنيع أول كتاب تفاعلي تصنعه بنفسها من الأقمشة بدلاً من الأخشاب، وذلك لتنمية قدرات وحواس طفلها. كل طفل بيبقى ليه مرحلة عمرية غير التانية، سواء عنده سنتين أو ثلاثة أو حتى لحد 10 سنين. كل كتاب بيبقى ليه أنشطة حسب المرحلة العمرية. الأم بتطلب مني النشاط وأنا بعمل أنشطة حسب الأنشطة اللي هي طلبتها مني، سواء علوم أو دراسات أو حساب أو حتى أنشطة تنمية مهارات. أول ما عملت كتاب أنا نزلته على الإنستجرام، بعدها رحت نزلته على الفيسبوك، لقيت فيه تفاعل كبير جداً ولقيت الأمهات بتشجعني ولقيت فيه دعم. قد إيه حسيت اللي أنا عندي موهبة واشتغلت عليها صح. بدأت بقى اللي أنا أبدع أكتر وأطور من نفسي وأجيب أفكار الأجانب اللي بتطبقها، وبدأت أعملها بخامات مصرية. وبدأت أنا اللي أرسم الاستنباط، وكله من ألفابيت، كله هاند ميد. وتستخدم مارينا خامات بسيطة ومتوفرة وجميعها يناسب الأطفال، والطفل يقوم بلصق الأشكال والألوان في مكانها المناسب، وهو ما له تأثير إيجابي خاصة وأن الألوان تنمي مهارات الطفل.